تحت عنوان عالم بلا إعلام، أطلقت القاهرة النسخة الثانية من منتدى مصر للإعلام الذي تتواصل فعالياته على مدار يومين لمناقشة أهمية دور الإعلام وتصور شكل العالم في حال تراجعت الصحافة عن دورها في التحقق من الأخبار والمعلومات. كانت القضية طبعاً ما يحدث في غزة هي التي فرضت نفسها على الجلسة الأولى، لكن الجلسات التانية فيها أشياء مهمة جداً بتتعلق بالثورة الصناعية، بتتعلق بالذكاء الاصطناعي، وطبعاً احنا عارفين أول ما الثورات التكنولوجية يعني بتنقر على الأبواب أول حد بيفتح لها الإعلام باعتبار أنه علم الاتصال. أتصور أنه ما دار من مناقشات هو مفيد لكل الأجيال التي تطمح في أن تطرق أبواب الإعلام، ومفيد أيضا لتحريك المياه الراكدة في الإعلام العربي بشكل عام، لمعرفة أين نحن نقف، ما هو مكاننا، كيف يمكن أن نتقدم أكثر كإعلاميين وكوسائل إعلام مصرية وعربية. أنا من وجهة نظري لن نستطيع أن احنا نعيش بلا إعلام طبعا، لأن المواطن هو يعني ووسائل الإعلام كمان وسائل التواصل الاجتماعي هي وسائل لتبادل الأفكار والمناقشات والآراء، ولكن ليست يعني وسائل مهنية نستطيع أن نقول لها قواعد لها معايير. لكن النقطة التحدي هنا كيف نتكيف كوسائل إعلام تقليدية مع المتغيرات الحديثة. يسعى المنتدى للإجابة عن الأسئلة الملحة المتصلة بمستقبل الإعلام عن طريق 46 فعالية بمشاركة 1500 مشارك و150 مدربا ومتحدثا. بهذه اللحظات اللي عم نمرق فيها بالعالم العربي ضروري جدا نحكي عن الإعلام، نحكي بالإعلام، نحكي عن دور الإعلام ولا نقصف الإعلام. يعني إذا لم نقصف بالقذائف وبالحديد والنار، على الأقل لا نقصف معنويا وكلاميا، لأنه اليوم الإعلام عم بيتعرض دائما لتخوين، دائما لعمليات اتهام، لعمليات كذا. كيف لنا أن نهاجم الإعلام الغربي إذا لم نحصن إعلامنا العربي؟ ما حصنونا تنوجه لكم الإعلام الغربي، أعطونا الثقة وأعطونا الدعم تنقدر نحن نكون واقعيين وننقل الحقيقة كما هي للعالم. الجلسة بتعكس العنوان الرئيسي للمنتدى وهي فكرة عالم بلا إعلام. هل ممكن فعلا العالم يكون بلا إعلام؟ هل الجمهور ممكن أنه ينصرف؟ يعني في مؤشرات لانصراف الجمهور عن الإعلام التقليدي، إيه التحديات اللي بتواجه هذا الإعلام؟ وهل السوشيال ميديا عدو ولا حبيب؟ يعني هل هي آلية ممكن استخدامها لتطوير الصحافة، ولا هي ممكن تحل بديل في يوم من الأيام بديل عن الصحافة، وخاصة مع تطور آليات الذكاء الاصطناعي؟ يعد منتدى مصر للإعلام منصة دولية للتنمية والتطوير الإعلامي لدعم المعارف المتطورة في مجال الإعلام وسياساته وبناء القدرات والكوادر وتطوير بيئة العمل الإعلامي في مصر والمنطقة.